معنا دلوقتي على التليفون المهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل. باشمهندس برحب بحضرتك. بخير يا أستاذ علي. مساء النور يا فندم. أستاذ محمود. مساء النور. هو معنا في الاستوديو دكتور سعيد اللوندي، بيشرفنا علشان يستكمل معنا الجولة الإخبارية. أهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أستاذ علي، أولا بس احنا عايزين نتقدم بالتعزية لأسر الضباط وجنود الشرطة المصرية المحترمة الباسلة اللي رخص عليهم الدم مقابل حفظ تراب وأرض وعرض مصر. ونتمنى المصابين منهم ومن القوات المسلحة أن يتم لهم الله شفاء العاجل إن شاء الله. يا رب يا رب. الشعب المصري يا أستاذ علي عليه دور لازم يقوم بيه حاليا، زي ما الجيش المصري والشرطة المصرية انحازت لإرادة الشعب المصري في 30/6 واحتضنته، على الشعب المصري الآن أن يكون الظهر للشرطة المصرية والجيش المصري. إزاي يا باشمهندس؟ أستاذ علي، القناع الزائف للجماعة أو العصابة ظهر بتفاصيله، لأن اللي بيتم حاليا لو حضرتك تتذكر هو ما تم في يوم 28 يناير تفصيليا. حقيقي. أنت بتتعامل مع عصابة يحكمها مجرمين عليهم قضايا تخابر، قضايا تجسس، قضايا فتح سجون، قضايا حرق أقسام، حرق منشآت عامة، ويكرروا نفس السيناريو حاليا بحرق مصر بالكامل. الشعب المصري الأصيل البطل قادر أن يكون ظهر للشرطة والجيش وفورا، لأن هذه العصابة حسب ما شفناها في رابعة وفي النهضة هي عصابة جبانة تخرج فقط لترهب الناس ولتعطي فكرة كاذبة عن حجمها وإمكانياتها. اعتصام رابعة يا أستاذ علي، الشرطة المصرية بتضرب فيه أفضل مثل للعامل كله، لأن لو كانت عايزة تفض الاعتصام ده خلال ساعة كانت ممكن تفضه، لأنها حتى الآن رغم أنها تقتل برصاص حي لم تستعمل إلا الغاز المسيل للدموع فقط. باشمهندس، احنا عندنا في اعتصام رابعة، في محيط اعتصام رابعة فقط 6 شهداء من الشرطة، ورغم ذلك الشرطة في أقصى درجات ضبط النفس لم تستخدم حتى الآن الرصاص الحي، وذلك حرصا على أرواح المصريين المغرر بهم من قبل قيادات العصابة التي أودعتهم في هذا الموقف. مطلوب دلوقتي يا أستاذ علي حاجتين الحقيقة، كل القوى السياسية تطلع وتكون موقفها إيه من اللي بتعمله عصابة الإخوان المسلمين حاليا من حرق وتدمير ممتلكات الشعب المصري على كل الجهات وفي كل المحافظات. واحنا كشعب تعودنا من يوم 30 ان احنا ما بنخافش خلاص. الخوف انكسر تماما. فلازم ننزل ونقف ورا الشرطة وندعمها. زي ما عملنا لجان شعبية، كنا بنحمي الشوارع بتاعتنا، كنا بنحمي العمارات بتاعتنا، كنا بنحمي المنشآت بتاعتنا. جاي الدور ان احنا نرد الجميل للشرطة والجيش ونقف ظهر ليهم نساعدهم ونحمي مكتسبات الثورة المصرية إن كانت منشآت عامة أو منشآت خاصة. وصول الإخوة المسلمين في كل محافظات مصر يطلعوا فورا يحمي الكنائس بتاع إخواتهم المسيحيين ويقفوا ظهر كتف بكتف ضد الإرهاب الغاشم اللي بيحاول يدمر مصر كلها. أتمنى يا أستاذ علي من جبهة 30 يونيو، جبهة الإنقاذ، من كل القوى السياسية إن هي تدعو جموع الشعب المصري إلى النزول، تكوين لجان شعبية لحماية الشوارع وحماية المنشآت الخاصة والمنشآت العامة، ونترك للقوات المسلحة والشرطة المصرية التعامل مع من يحملون السلاح فقط. احنا شفنا باشمهندس جميعا، احنا شفنا باشمهندس مشاهد في اكتر من مكان النهارده على مدار التغطية الإخبارية. يعني شفنا في شارع البطل احمد عبد العزيز المواطنين مع قوات الامن بيحاولوا ان هم يشيلوا الحواجز الصخريه اللي كانت وضعتها جماعه الاخوان المسلمين. شفنا كمان في عدد من محافظات الصعيد مجموعات من الاهالي بتكون دروع
حوالين الكنائس وبيساعدوا ضباط الشرطه. هو ده المطلوب حاليا من شعب مصر العظيم يا استاذ علي. هم بيحاولوا يرهبونا بس هم ما تعلموش الدرس اللي حصل يوم 30 وان الشعب المصري ما عادش فيه حاجه بتخوفه وحاجز الخوف انكسر نهائيا عنه. اتمنى دعوتك انت وكل الاعلاميين الشرفاء والسياسيين الشرفاء دعوة الشعب المصري الى النزول والوقوف ظهر وسند للشرطة والجيش المصري. حضرتك متفائل؟ متفائل جدا الحقيقة، لانه يكفي ان الشعب المصري بكافة طوائفه سواء المتعلمة المتوسطة التعليم او حتى التي لم تخضع لتعليم كاملا حجم الكراهية لها لهذه العصابة لا مجال لها بين الشعب المصري نهائيا نهائيا. أشكرك شكرا جزيلا. أتمنى أن تتولى أنت وشرفاء الإعلام وشرفاء السياسيين دعوة الشعب المصري للوقوف جنبا إلى جنب وظهرا إلى القوات المسلحة وإلى الشرطة المصرية البتة. ده واجب علينا. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل.